دلا الستار مساء أمس الثلاثاء على منافسات بطولة إفريقيا للمصارعة والتي أقيمت على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية بمشاركة 371 لاعبا ولاعبة مثلوا 27 دولة في مختلف المراحل السنية. وشهدت منافسات البطولة سيطرة مصرية على الذهب الإفريقية، ففي المصارعة الرومانية حقق لاعبو منتخب مصر 10 ميداليات منها 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وحقق لاعبو المصارعة الحرة 10 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، وحقق منتخب المصارعة النسائية 4 ميداليات في اليوم الأول بواقع فضيتين وبرونزيتين بجانب 3 ميداليات فضية في اليوم الثاني. سيطرة مصرية منحت منتخبنا صدارة جدول ترتيب البطولة، وهو ما حدث أيضاً في بطولة إفريقيا للناشئين على نفس الصالة من أيام قليلة. وتبقى الخطوة الأهم وهي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر، وتنطلق منافساتها بعد غد الجمعة ولمدة 3 أيام على صالة برج العرب أيضاً. وتشارك مصر في التصفيات ب17 لاعباً ولاعبة بواقع 6 لاعبين على صعيد المصارعة الحرة و5 بالمصارعة الرومانية إلى جانب 6 لاعبات بالمصارعة النسائية. ويسعى اتحاد المصارعة إلى التأهل بأكبر عدد ممكن من اللاعبين بعدما نجح في حجز مقعداً وحيداً حتى الآن عن طريق عبد اللطيف منيا بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم الماضية في صربيا. آمال كبيرة تنعقد على أبطال مصر في الصعود لمنصات التتويج الأولمبي، وليس مجرد التأهل فقط، وتكرار إنجازات المصارعة المصرية التي طالما مثلت الرياضة المصرية خير تمثيل في المحفل الأولمبي.